لنفهم منك اكثر خاطر فينا المو نحكيو على المنظمه الشغيله كمان. لا بشويه ما قلتش تخلى على الخط امام ملك. اي لا انت وقت اللي ذكرت نور الدين الطابوبي فما تقاطع. اي اش معناها وين يكمل التقاطع هذا؟ انور معروف سي نور الدين الطابوبي لا يريد انور معروف لا وزيرا في الحكومه اللي فاتت ولا يريده وزيرا في الحكومه المقبله. تقاطع هذا صار، هل انه سي نور الدين الطابوبي هو اللي جاب الملف السي قيس سعيد؟ انا ما نجمش نعرف، نقطة استفهام تطرح، ولكن في كل الأحوال وارد أنه قيس سعيد انتوى من وراء فتح الملف هذا تطييب خاطر وإرضاء خاطر سي نور الدين الطابوبي. وارد قلت وارد السؤال. أنا قبيلة قلت بإعاز، هذاك علاش رجع على الكلمة هذه؟ ما قلتش بإعاز وارجع للتسجيل ما تلقاش. علاش؟ لأنه في الأخر بالنتيجة أنا نسأل شكون اللي هز الملف هذايا للسيد قيس سعيد؟ لا وزيرة العدل في بالها، لا النيابة العامة في بالها، لا الحكومة في بالها. منين ليها الملف هذايا؟ ومنين ليها أنه اختفى؟ ومنين ليه انه ظهر؟ ولكن في كل الاحوال بالنتيجه وبالمآلات مستهدف انور معروف، وانور معروف مطلوب انه من الاتحاد عامة الشغل الا يكون وزيرا، هذا معلوم لكل الناس. اما ما قلتش راهو سي نور الدين الطابوبي دونك فرضيه، تحكي على فرضيه. تفضل خوله الساعه. انا اول حاجه ما عادش نكتب دروسي قدام الكابتن خاطر نفس الكلمه كتبتها ونفس الكلمه قال.